فوزية البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة الوزراء، إخواني أخواتي النواب، أيها الحضور الكريم، ونحن نباشر أولى خطوات تنزيل الدستور، ونستعد وفق أجندة لا زالت الحكومة لم تكشف عليها لتنزيل قوانين تنظيمية لاستكمال الكتلة القانونية. نلازم بحس نقدي وفكر اقتراحي الخطى التي تقوم بها الحكومة، خاصة الأمانة العامة للحكومة، هذا القطاع الذي استعصى على الإصلاح. اليوم لم يعد مقبولاً أن تستمر هذه المؤسسة في القطيعة مع المؤسسة التشريعية، ونقول أنه بات اليوم ضروري إخضاع هذا القطاع للمراقبة البرلمانية عن طريق الأسئلة الشفهية في اتجاه تطوير جودة النصوص القانونية وملائمة مقتضياتها مع الدستور ومع المواثيق الدولية. وعلى اعتبار أن التنزيل السليم للدستور يقتضي خضوع هذا القطاع ككل القطاعات الحكومية لمراقبة الغرفتين دون تمييز أو محاباة لقطاع على حساب آخر، نستحضر المرحلة ونستحضر دقتها والعلاقة الخاصة وصلة الوصل الدائمة والمستمرة التي يجب أن تربطنا كمؤسسة تشريعية مع الأمانة العامة للحكومة، حيث نطالب بالرفع من وثيرة إخراج القوانين في إطار علاقة التواصل والتعاون والتكامل والارتقاء بمردودية وجودة العمل التشريعي وتطوير الترسانة القانونية، كما أن المطالبة بالرفع من جودة صياغة النصوص تلازم في نظرنا في الاتحاد الدستوري تحيين النصوص القانونية التي تعاني من التقادم كقانون أراضي الجموع، مع ضرورة إخراج نصوص قانونية أخرى مثل قانون منع التدخين الذي لم يعرف النشر ولا التطبيق، مع إلزامية تجميع النصوص ذات الطبيعة المشتركة لتسهيل الوصول إلى المعلومة كحق كفله الدستور. السيد الرئيس، لا يفوتنا في هذه اللحظة الهامة من تاريخ مغربنا السياسي أن نعبر نحن في الاتحاد الدستوري أن إصلاح العدالة مطلب ناضلنا من أجله، ونطالب في ظرفية إقليمية وعلى إيقاع غليان اجتماعي نجعله اختيارا حتميا ومطلبا آنيا وضروريا لا يحتمل الانتظارية ولا خطاب الأماني. المواطن الذي لم تعد تغريه الخطب وهو يتابع بعين الريبة تضارب التصاريح ليس بين مكونات أغلبية تركيبتها متضاربة، بل بين مسؤولين في نفس الهيئة السياسية. لا نخفيكم قلقنا من شلل قطاع العدل، كيف السبيل إلى تدبير قضاياه بمنطق الحكمة والحكامة وليس الاندفاع من أجل عدالة مستقلة فعالة ومتطورة ومؤهلة ذات كفاءة مهنية وبعيدة عن الشبهات، عدالة تحقق القرب وتدعم التواصل. إن تحقيق الأمن القضائي والتزام كل مكونات المجتمع بسيادة القانون واعتبار القضاء ملاذا لصول الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعالة سوف يساهم لا محالة في ترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والتشجيع على الاستثمار. فالدستور بالإضافة إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء وضع لبنة تسييره ونص على حماية حقوق المتقاضين، كما تعزز الجهاز القضائي بخلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت رئاسة صاحب الجلالة الذي باسمه تنطق الأحكام.
إن الوقوف على وضع المنظومة القضائية المغربية يجعلنا نلامس الكثير من المعيقات والاختلال في خريطة قضائية لا تنسجم مع أفق الإصلاح الذي ننشده، من موارد بشرية تعاني من النقص في بعض المحاكم، من تعقيد المساطر إلى الرشوة إلى سوء تقدير القضاة أحيانا وعدم توحيد جهادهم أو استخدامهم المفرط للسلطة التي ساهمت بشكل لافت في إفراز صورة مبتذلة عن العدالة وفقدان المتقاضين الثقة في أسرة القضاء. قبل الحديث عن ما جاء في مقترحات الحكومة لإصلاح القضاء، لا ننسى أن الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب حدد 6 محاور لإصلاح القضاء، والتي تسعى الحكومة بمكوناتها الغير منسجمة إلى تفعيلها. نسجل خطوة إيجابية قام بها المغرب بمصادقته على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، رغم أن تصريحات وزير العدل والحريات لم تعتبر أن هذا الملف من أولوياته، ورغم أن الحكومة صرحت في برنامجها عن نيتها توسيع مجال الحريات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. في إطار الخريطة القضائية نعتبر أن قضاء القرب طال تطبيقه، وقد حان الأوان لخدمة مواطن ولمعالجة نزاعات بسيطة. اليوم ونحن نرى وهو يرى النور، هناك مشكل يطرح بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر على مفوضين قضائيين، وكيفية تبليغ المواطنين بالحكم وبأية وتيرة زمنية سيكون ذلك. الجلسات التنقلية تتطلب إمكانيات لوجستيكية مهمة، ومخاطر تتطلب تعويضات لموظفي العدل ومزيد من أطر القضاء. يبقى سؤال يقرئنا نحن في الاتحاد الدستوري، ما الدور الذي يمكن لوزارة العدل المغربية أن تقوم به مثلا في مسألة تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة؟ وهل يمكن للوزارة تنفيذ كافة الالتزامات والبرامج الإصلاحية المطروحة على القطاع؟ إن غياب تنظيم وتطوير محكم لمهن القضاء وهزالة في التكوين المستمر للقضاة في مجالات مستحدثة في كل من القطاع المصرفي والقطاع المالي والقطاع التجاري يعتبر حجرة عثرة من أجل قضاء فاعل. علينا تجاوز المركزية الإدارية المخلة ما دامت بلادنا قد اختارت الجهوية واللا تمركز. نحتاج إلى سياسة جنائية تكون فلسفتها تكمن فلسفتها في تحقيق العدالة للجميع، كما نلاحظ عدم ملائمة الكثير من النصوص القانونية والمسطرية لمتطلبات عدالة الألفية الثالثة ولتطورات المجال الاقتصادي ولامتدادات تفقر مهنة القضاء سيما في مجال الأعمال والاستثمار. إن تفعيل مبدأ مساواة الكل أمام القضاء وتجريم أي ممارسة مهينة أو حاطة بالكرامة وكل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية تحتاج إلى قانون جنائي بمراجعة جذرية وبمقاصد محدودة وآلية مضبوطة، كما تحتاج السجون إلى مقاربة نفسية بيداغوجية عوض الاكتفاء بالمقاربة الأمنية التي خسرنا معها مكاسب في حقوق الإنسان. كما لازلنا لم نتوجه صوب ثقافة الصلح التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال لربح الوقت والجهد والمال وتخفيض الضغط على المحاكم، وذلك بالالتجاء إلى مكاتب الوساطة والتحكيم. في ظل سجون مغربية تعاني من التكدس
علينا إدماج مقاربة العقوبات البديلة. الترسانة القانونية موجودة، لكن هناك صعوبة على مستوى تنفيذ الأحكام وقلة جودتها، وبين هذا وذاك تستمر بعض حقوق المواطنين في الضياع، وطموحنا كممثلين للأمة في رقي العدل المغربي يكبر. لا نخفي على الجميع أو لا يخفى على الجميع الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في الأنظمة الديمقراطية. إنه دور مكمل للمؤسسات الحكومية بكونه يشكل حلقة وصل بين المجتمع والدولة عبر تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة مسبقا ونقله لاحتياجات الأفراد ومطالبهم إلى الفريق الحكومي. لا ينكر جاحد أن المغرب فسح منذ وقت مبكر المجال لميلاد مجتمع مدني برهن من خلال ديناميته ومبادراته ومشاركاته الحثيثة في النشاط العام للدولة وللمجتمع على طاقة كبيرة ووثيرة للعمل متسارعة وذكاء لافت في تطوير وتثوير بنيته الفلسفية والأدبية والواقعية، خاصة دفاعه المستميت على الديمقراطية، على الحفاظ على الحريات العامة وعلى المكاسب في مجال حقوق الإنسان. المجتمع المدني مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بوقفة تأملية وبنقد ذاتي لتحصين الذات ضد أي استعمال يلقي به في أحضان الابتذال والاغتناء الغير المشروع أو التمييع نتيجة خدمة أجندة سياسية أو أجندة خارجية، وبالتالي المساهمة في فقدان الثقة في العمل التطوعي لمؤسسات أريد لها مواكبة حاجيات المجتمع وليس التدجين ولا السقوط في الصراعات الإيديولوجية. نتساءل في الاتحاد الدستوري عن ماهية الجمع بين مسؤولية العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، على اعتبار أن العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة قامت وتقوم على المواجهة وعلى الصراع وعلى الندية، على النفي وعلى الاستبعاد واللامبالاة بين الطرفين. اليوم وعلى ضوء مقتضيات الدستور على الوزارة أن تجعلها علاقة تقابل وتكامل وتواصل وودية لا رغبة في الرصد والضبط، كما نطالب كل المؤسسات والمنظمات أن تساهم وتعمل على تقوية شبكات المجتمع المدني الذي لن يكون بديلا عن المؤسسات الحزبية بالضبط، وأن تؤهله لكي يصبح سلطة تقف بكل جرأة وصمود في وجه كل من يروم العبث بقيم الديمقراطية والمس بحقوق الإنسان أو مصادرة الحريات. السيد الرئيس، تعرف الإدارة المغربية كقطاع استراتيجي تحديات تحتم علينا وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة التجاوب معها والتأقلم مع الآليات الجديدة في تدبير إدارة الشأن العام. هي فرصة نريد أن نغتنمها نحن في فريق الاتحاد الدستوري لنقول أنه لا زال مطلب تحسين علاقة الإدارة بالمرتفق العام واردة بحدة عند عموم المواطنين في انتظار تفعيل الجهوية واللا تمركز الإداري الذي يرد ذكره في كل المخططات جنبا إلى جنب إدماج آليات التحديث. لا زالت الإدارة العمومية تعاني من تباطؤ خدماتها مع مركزية القرار، خاصة مع التوقيت المستمر الذي يخلق ارتباكا في بعض المصالح ويطرح مشاكل عدة في المناطق النائية التي تعاني الأمرين من البعد ومن مشكل الأمية واللهجات ومن تعقيد المساطر. أداء الإدارة وفعاليتها يعتمد على الموارد البشرية التي تحتاج إلى جانب المحفزات وإلى الترقية التي يجب أن ترتبط بالمردودية، إلى الإنصات إلى انتظاراتها، إلى التكوين المستمر الذي يجب أن يستقي مرجعيته من أحدث تقنيات التدبير الإداري وفق منهجية القطاع الخاص للتعامل مع المواطن بمنطق الزبون.
لقد حان الوقت لوضع قانون للإضراب ولإعادة النظر في نظام الصفقات العمومية وفي مسطرة نزع الملكية، إضافة إلى حاجتنا إلى صياغة جديدة لنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتصدير معطيات شفافة للمباريات المهنية للارتقاء بالكفاءات وفق مبدأ الاستحقاق. كما يجب أن لا ننسى حصة المعاقين في التوظيف وكذا إصلاح نظام التقاعد. في مسألة عقلنة التدريب العمومي وترشيد هياكل الإدارة، نرى أن الاستشارات في مجال الحكامة مع خبرات أجنبية سيكون إضافة نوعية للوظيفة العمومية. في موضوع التخليق، لا زال هناك اختلالات تجدرت حتى أصبحت تقليدا وتفرض تكثيف الجهود، ولا نكتفي بكتابة تقارير التي تبقى حبيسة الرفوف، بل يجب تحريك المساطر الزجرية. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيدة النائبة المحترمة.